And we assigned them comrades, helpers and partners among the Satans, who made their present and their past fair seeming unto them, about the life of the world, they enticed them not to spend, making them believe that the life of the world will never perish or end, and regarding the matter of the hereafter, they convinced them that there is no paradise or hell, resurrection or reckoning. And the word, of chastisement, concerning nations of the jinn and humankind, of the disbelievers among the jinn and human beings, who passed away before them hath effect for them, has been ordained for them. Verily they are the losers, in that they are punished. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. And from his narration on the authority of Ibn Abbas that he said regarding the interpretation of Allah's saying, Ha. Mim, Ha. Mim, he says, He has decreed that which will happen, i.e. it will be manifest, and it is also an oath by which he swore. A revelation from the Beneficent, the Merciful. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون Who give not the poor due, they do not testify that there is no deity except Allah, and who are disbelievers in, deniers of, the hereafter, resurrection after death, and paradise and hell. Lo! As for those who believe, in Muhammad, and in the Quran, and do good works, and do acts of obedience between them and their Lord, for them is a reward enduring, and undiminished. It is also said that the reward of their works will be registered after they reach old age or die and will be recorded undiminished until the day of judgment. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون But verily we shall cause those who disbelieve, Abu Jahl and his host, to taste an awful doom, in the life of the world, at Badr, and verily we shall requite them the worst of what they used to do, the most evil of what they used to do in the life of the world. That, which they will have in the life of the world, is the reward of Allah's enemies, and the reward of Allah's enemies in the hereafter is, the fire. Therein, in the fire, is their immortal home, They will abide therein for eternity, payment for as much as they denied our revelations, Muhammad, Bu, and the Quran. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي
حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. And of his portents, and of the signs of his divine oneness and power, are the night and the day and the sun and the moon, all these are signs from Allah. Adore not the sun, worship not the sun, nor the moon, but adore Allah, but worship Allah, who created them, i.e. He created the sun, the moon, the day and the night, if it is in truth Him whom ye worship, if you wish to worship Allah, then do not worship the sun and the moon, for you should worship the one who created them. It is also said that this means, if, by worshipping the sun and the moon, you intend to worship Allah, then do not worship them, for the worship of Allah lies in not worshipping them. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Lo! Those who distort our revelations, those who deny our signs Muhammad, Bu, and the Quran dash, are not hid from us, none of their works is hidden from us. Is he who is hurled into the fire, Abu Jahl and his host,
better, or he who cometh secure, from the torment, on the day of resurrection. This refers to Muhammad, Bull, and his companions. Do what ye will, O people of Mecca, this is a threat made to them. Lo! He is seer of what ye do, he will requite your works. Lo! Those who disbelieve in the reminder, i.e. the Quran, when it cometh unto them, when Muhammad, Bull, took it to them, the reference here is to Abu Jahl and his host, are guilty, and in the hereafter they will have the fire of Gehenna, for lo! It, i.e. the Quran, is an unassailable scripture, a glorious and noble scripture. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. And verily, if we cause him to taste mercy, through wealth and offspring, after some hurt that hath touched him, after being touched by some hardship, he will say, this is my own, because of some goodness which Allah knows that I have in me, and I deem not that the hour will ever rise, as claimed by Muhammad, Bull, thus denying the resurrection, and if I am brought back to my Lord, as Muhammad, Bull, says, I surely shall be, in the hereafter, better off with him, I will enter paradise. This is what Utbah ibn Rabi'ah and his host said. But we verily shall tell those who disbelieve, all, that they did, in their state of disbelief, and we verily shall make them taste hard punishment, a severe punishment in hell, one sort of punishment after another. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط We shall show them, we shall show, O Muhammad, to the people of Mecca, our portents, our signs, marvels, divine oneness and power, on the horizons, in different parts of the earth in the form of the ruined remains of the nations who came before them, such as A.A.D., the mud and those who came after them, and within themselves, and we shall show them in themselves kinds of illnesses, pains, misfortunes and other things, until it will be manifest unto them that it is the truth, until it is clear to them that what the Prophet says to them is true. Doth not thy Lord suffice, is it not enough that which Allah has made clear to them of the events of past nations without showing them their own destruction, since He is witness over all things, of their works?